بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاز ديالنا تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة ولله الحمد. اليوم الإخوان غادي نتقاسموا معكم شي حاجة ديال الجديد، هذا غير واحد الربع ديال الجديد إن شاء الله اللي من واحد الكوموندا هي ما جا في الطريق إن شاء الله، هذا واحد الربيع ديالو، باقي الله ربع وعلينا يوصل إن شاء الله. إخوان بعدك هادو ما كانوا كيطلبوا منا الدراري بزاف، هادو ما جدادنا الإخوان، وكاينه منهم إن شاء الله كمية كبيرة شي حاجة كما كتشوفوا. اللهم بارك ديال الكروسة أنا، اللهم بارك المليح. اللي عنده شي كروسة بغا يبدل لها الروايد تسكسف عليها، ولا ديك العاديين كيرجعوا لهم هاد الروايد، هادو ما ها هما موجودين عندنا الإخوان. نحاولوا ما نطولوش عليكم فيديو بزاف. الإكس إس أو هي موجودة كما كتشوفوا معايا، معروفه بلا ما نوريكم مسائل المعلومات ديالها. اللي بغى شي بياسه هنايا ولا الاخوه اللي جدادين كيتفرجوا ما عارفينها شي، غيكتب غير السيري ديالها غيطلع له الفيديو ديالي عندي عليها في اليوتيوب، وغيشوف المميزات ديالها الشرح ديالها المسائل ديالها. موجود الخير منا الحمد لله. عندنا هاد لوما الصندوق ديال الاكامين، شي حاجه عاود اول مره غادي نجيبهم ان شاء الله المحل. هادو ماشي فحال اخرين، هادو كيتفتحوا من هنا ومن هنا، وتقدر داك عليه الصندوق صحيح كيتزلوا هادي، شوفوا شنو كينجيو فيه. هذا شي حاجه واعره، هذا عنده كيتعلق من هنايا الاخوان كما كتشوفوا، هذا الصنطه ديالو ضد الطهر اللي كتجي من هنا لهنا، وهذه كتدخل من هنايا على هذا الشكل هايدايا هنايا. هذا من فيها الماتريال ديالك المسائل ديالك، تقدر توقف على هذا الصندوق هذا الصح والعمل. عنده واحد المتر هنايا، واحد المتر ديالو ها هو كيجي فيه من هنايا، فيه 30 سنتيم ها هو. المهم مسائل شي حاجه مزيونه، هادو عليهم واحد الاقبال كبير. المهم جاو غير واحد جوج د البياسات فيهم، ان شاء الله تكون باقا ما جا شي حاجه في السلعه اللي باقا ما جانا. هذا بيدو كذلك فحالو ها هو، شي حاجه لوريجين ديال الاكامي اخوان. السيكان هادو ما كاين، هذا الام جي هدايا، هادو ما الاخوان شنو كيجي فيه؟ هذا كيجي فيه بواحد البواطه ديال البوبينات على هذا الشكل هادي، وكيجيو جوج د البواطات د البلاستيك كبارين ها هما بحال اللي كنت وريتكم مره اخرى في الكاليكون. هذا كيجي على هذا الشكل هدايا، ندوركم هنا، وهذا الكبير ديالو، الكبير ديالو كيجيو فيه ثلاثه د البواطات ديال البلاستيك على هذا الشكل هادوما، كيجيو ثلاثه من هادي، وكتجي واحده كبيره هادي هي غير زعما هي المكله ديالك الاكسسوار اي حاجه كتجي. المهم كتسخن وكتجرب المكله كتجي على هنايا، وكتجي واحده البوبينات هنايا في الجناب، كتجي له واحده البوبينات. الصاك كبير ومعروف شي حاجه الطوب، من احسن السيكه اللي كاين. السيري ولا السيريز ديالو ولا الخدمه الفينيسيون المسائل ديالو مضبوطه، وعاد كاينين ديك البوشيطات ديالهم راهما الاخوه اللي كيبغيو يديوها هو البوشيطه ديالو، كيمشيو نفس الثوب نفس الخياطه نفس الموديل. هذاك بيدو هو موجود، وموجود الخير منهم الحمد لله كما كتشوفوا معنا، موجودين موجود الخير، موجودة كميات بالجملة منه، باقيين داخلين منهم واحد كمية كبيرة. هذا الكاليكونا فحالو، هذا عنده هدية وجوج بواطات من هنايا، بدلو غير اللون وصافي، تا هو نفس المسائل ديال الأكامي. انظروا لهاد الأكامي سخن منظور هاد الاكامي تا هما موجودين تا هو كيما كتشوف معايا. هادو الطاير كبيرة جوج المترو و خمسين، ها هي قربناه، ها هي كتبان جوج المترو و خمسين، هادا الطاير كبيرة. وكاينين شي حاجة جوج المترو و عشرين في ديك الخضر راه هو اللي منتلكم فيديو ديالو هاد اليومين. عندنا هنايا شي البوبينات، الإخوة اللي كيطلبو بوبينات كومبيتيسيون ديال شيمانو 3500، هادو دوريجين كومبيتيسيون، هادو هما موجودين. عندنا هنايا شي بوبينات دريلي تمام فيهم مناسب، وكاينين بوبينات اللي كيجيو بهاد الغلاقات الكربون، وكاين اللي كيجيو بهاد الغلاقات عاديين. هاد الكربون دائما هما احسن، وغير هاد الغلاقه هادي كتعمل واحد 5 الاورو 50 درهم تقريبا باش تبدل لنا هادي، كتكون هادي خفيفه على هادي بزاف. المهم هادو موجودين، كاينين في البياض بحال هيدايا الريلي، كاينين كذلك في البياض. المهم بوبينات اللي بغيتو اي بوبينه عندي انا موجوده هنا تقريبا جميع المواكب، كاين الايروتيكنيوم اكس اس بي، كاين هاد الفيرسيلي، كاين هاد الايفو، كاين هاد الانفيسبول، كاين دريلي تيمانو دوريجين ترابوكو. المهم كلشي موجود الاخوه في بوبينات. نقول لكم للمويكنات عندنا واحد المعشوقه صغيره شي حاجه واعره، الاخوه اللي كيصيدوا في الحجار ولا كيصيدوا في الرمله عاود كيعمروا غير لونسيو غير شي حاجه، ممكن شي حاجه واعره تخدمها الكومبيتيسيون، خدمه سبينينغ تقدر تخدم هذه سبينينغ. بوبينه الومنيوم ممكن صحيحه تبارك الله كما كتشوف معايا، 17 كيلو في الفران
سبعة د الرودامين طوس فيها 390 غرام، الماكينة ديال 5500 أكامي ستراتوش، شي حاجة طوب اللهم بارك. هذه أول مرة غتجي عندنا للمحل، شي حاجة واعرة واعرة بزاف، لا من فينيسيون ولا من الخدمة ديالها ولا من الصحة ديالها. أنا اللهم بارك كما كتشوفوا. غادي ندوزو لكم من هنا السبينيت، غادي ندوزو لكم السبينيت هي ديال الكاليكونان، مويكنات الاخرين ديال الكاليكونان. أنا اللهم بارك، هادو إلا كنتو عقلتو عليهم كنا جبنا واحد السيري فحالهم ديال توبرتيني كنظن، ولا كيجيو مصنوعين من هاد المادة هادي ديال الكربون، كدبان لك بحال لي مغبرة بحال لي موسخة، إلا لاحظتيها هي كتبقى تقوز عليها يدك، وهي هاد المادة كتجي مصنوعة هايدك. هادي الماكينة الإخوان فيها 490 غرام، يا واحد الخفة خطيرة، تولا بوبينة عاملين لها تولا حلاوة، كلشي كيبان من داخل طوب اللهم بارك. كتخدم جميع أنواع البوبينات، يعني كاملين كيخدمو لها، عندو واحد الفران قوي بزاف كيما كتشوفو، شي حاجة اللهم بارك. نضل الله يكتابو عاود، مجاوش منهم بزاف، يعني جاو بحال هكدا بنادم كنجربوها نصطادو بيها. المهم هاهما موجودين الإخوان سبينيت، وكتجي كومبيتيسيون 100%، شي حاجة خطيرة بعدا تولا بوبينة عندها عاود. أنا اللهم بارك كيفاش كتشوف معايا، شي حاجة طوب طوب طوب. عندها هي راكبة فيها واحدة الألمنيوم، معها التانية ديال الألمنيوم، وعندها التالتة ديال البلاستيك، ها هي التالتة عادية ديال البلاستيك، وكيخدمولها جميع أنواع البوبينات اللي كتشوفو هنا كيخدمولها. هادو الإخوان ها هما موجودين، شاو منهم جوج د البياسات كيما كتشوفو معايا، هما اللي جبنا لكم منهم دابا حاليا، وما جا السلعة اللي كتشوفو إن شاء الله، ها هما جا شي حاجة يا أخرى عاود إن شاء الله الكريم. هادي الإكس إس سي، أكامي إكس إس سي معروفة، باقي لي هنايا واحد جوج د الحبات منها، ها هي حتى هي موجودة، دابا نجبدوها عاود. عندنا هنايا التيكا، ها بزاف الدراري كيطلبو لنا التيكا، التيكا ها هي جات، وباقي غندخلو لكم شي سيريات جدادين، شي مواتير جدادين، شي حاجة عاود اللهم بارك. هذا أول حاجة غادي نديرلكم لكم بوبينة كتجي كونيك على هاد الشكل هدايا. ثاني حاجة الماكينة ديالنا كتجي بهاد البوشيطة ديالها، عندها واحد البلاستيكات ديالها من هنايا، أنا اللهم بارك. ها الوحش، تيكا معروفة الوحش، مكان الصح والعامل، واخا كيبان الديكور ديالهم قدامين والشكل ديالها كيبان قديم، ولكن الصح تيكا معروفة بالقوة والمتانة ديالها، الفرن ديالها. هادي الإخوان هادي ها هي من هاد الناحية من هاد السيري هذا. وهادو هما هادي كذلك كيجي مع هاديك البوشيطة ديالها هنايا، هادو هما هاهما هادو السيريات قلالو في السوق الإخوان، قليل وجبرو كنظن. أنا اللهم بارك، شي حاجة عاود واعرة، تيكا زون كاست 10000، عندها الغلاقة كتزير على هاد الفران هادا غي كتشد، وعندها كتبقى دوار هادا بحال ديك الشغل ديال تيمانو قديمة، شي حاجة مزيونة اللهم بارك. هاهي عاود شوفو هادي هي، هادي هي بحالها، هادي هي بحالها الإخوان، باش منزيدوش نطولو عليكم الفيديو بزاف. بالنسبة للمواكن هادو هما لي جاو لي دابا حاليا، السنادة قصيكا من روايض، عندنا هنايا الكوزور الأكامي كوزور، هادي إخوان أنا جبتلكم منها واحد الكمية باش نكملو بيها غير بروموسيون لاخر د الشهر، هادي داخلة في بروموسيون د هاد الشهر هدايا إن شاء الله كريم، باقي متقادة موجود الخير منا الحمد لله. جبتكم هنايا واحد 12 بياسات، وباقي لي كنظن شي 10 بياسات ولا 12 آخرين هما في المحل. هادي باش نكملو بيها بروموسيون، كنعمل الدراري بيها بروموسيون مع القصيبات، الثمن فيها مخير كيديوها تقريبا باش مخلصة. غادي ندوزلكم ندوزلكم شي بوشيطات بحال هادوما باش منساوهمشي، ديال الكربون، هادو مكيدخلوش الما، هادو مصنوعين من الكربون، تقدر تعمل فيها الماكينة، هادي كتزاد كتعمل فيها الماكينة، أولا كتعمل فيها شي 8 بوبينات لي كتهزلك، هادو موجودين حتى هما كاينة منهم واحد الكمية. غادي ندوز لكم دابا القصيبات، حتى هما ان شاء الله غادي نخلي فيهم بروموسيون، وهاد السلعه هادي كامله باقا واحد السيمانه فهاد الشهر هدايا، يعني هاد السلعه هادي كامله داخله فهاد البروموسيون اللي كنعمل لكم هاد الشهر هدايا، والحمد لله كلشي استفاد من هاد البروموسيون وهادشي اللي خصنا حنايا. المهم غادي نبدا لكم من هنايا شي حاجه عمرها جات للمحل، عاود الجديد دائما الجديد. انا الاخوان الرخه الرخه الرخه، انا اللهم بارك
قصيبه مارينا 4 المترو و20. هادو قصيبات على برا ماشي تينا، هادو قصيبات على برا الخراصي عاديين سبيسيال ماشي فوجي، قصيبه كربون مزيونه واعره بزاف خفيفه والثمن ديالو مناسب. هذا شي اخر قصبه تينا كيدي قصبه بحال هادي دوريجين 100%. ها هي الماركه ديال ميغا فيش كما كتشوفوا معايا هنايا. المهم شي حاجه ناضيه، الاخوان كيطلبوا لي هاد القصيبات بزاف، عاود كيتقاداو لنا قصيبات رخاصين عاود كنجيبوا لهم هاد السيريس. هادو عندنا هادي عندنا هادي هي بحالها، عندنا هنايا معشوقة الرياس، هادي توحشنا هدا وكل المشاهدين توحشوا هادي. هادي الملعوقة هادي أنا خيز كتقول لي مبقاتشي مبقاتشي، هاهي أنا اللهم بارك ترابوكو سيرينيتي الريفولاسيون 4 متر و20، الأكسيون 100 200 بورت موليني فوجي، الخراصي في الوسط جوج فوجي، البونتا ديالها معروفة الصح والعمد. هاد القصبة عندها 1 2 3 4 5 6 و 8 8 الخراصي فوجي بورت موليني فوجي، قصيبة مثالية هادية واعرة بزاف خفيفة يعني معروفة في السوق، لا داعي للشكر لهاد القصبة هادي ترابوكو. وها هي حنايا عندنا جبناها لكم ان شاء الله الكريم، ها هي اخت ديالها وباقي ما تجي منهم باقي ما تجي منهم سيري ترابوكو ان شاء الله. عندنا هنايا عاود واحد البياسه مزيونه، بياسه ديال الاكامي اكامي نيراي معروفه، اكامي نيراي بورت موليني. نبداو لكم بعداك من هنا الاكسيون فيها فين هو ديك الاكسيون، الاكسيون 100 200 درهم فوجي بورت موليني فوجي، قصيبه رقيقه وخفيفه القبضه ديالها واعره كما كتشوف معايا هنايا. النص الوسطاني كذلك بحالها بحال ديك السيرينيتي، عندها جوج الخراصي هنايا فوجي وعندها 1 2 3 4 5 6 تقريبا بحالها 6 8 الخراصي فوجي، قصيبه سيمي هبريده خرط برا زياده غليظه شي شويه مزيونه. هذه الاخوان كاينه في 4 متر و20 وكاينه حتى في 5 المترو، 5 المترو هيبريد الاخوان كيطلبوا لي ساعه 5 المترو هيبريد، ها هي حتى هي كاينه انا اللهم بارك والثمن المناسب فيهم. هذه هي هذه بحالها هذه بحالها هذه بحالها هذه بحالها، هادو هما بحال بحال. غادي نجيب لكم من هنايا انا الاخوان جبنا لكم هذه المره قصيبات ثمن مناسب يعني الاخوان المبتدئين، اي مبتدئ كيشري هاد القصبة هادي على حسابي هنايا. انا نوري لكم كاين قصيبة بديت بيها شحال هادي، يوكي سايكو كربون 100% كربون، شي حاجة دوريجين 1000% كما كتشوفو معايا، وكربون شحال ماشي كربون عادي شي حاجة واعرة. الاكسيون 100 250 هادي الا واحد بلوس ماشي الا واحد العادية كما كتشوفو معايا. نص الوسطاني عندها جوج د الخراصي خرصة هنايا وخرصة هنايا، والبونتا ديالها عندها 1 2 3 4 5 5 6 7 د الخراصي فيها، قصيبة طوبولار شي حاجة مزيونة يعني الإخوة اللي غيبداو بيها من أحسن القصب خدامة في الرمل وخدامة في الحجار خدامة لك أي موقع. هادي هادي هي بحالها، هادو ديال زونزون هادو ديال زونزون عاود الإنتي بريس، هادو كانوا تقاداو لي في المحل ولا ماشي بزاف باش تقاداو كنا عملتو فيهم واحد بروموسيون تا هما عاد جيناهم عاود شي حاجة حمقى الإخوة اللي كيبغيو الهيبريد عاود بالثمن رخيص. زونزون إنتي بريس جوج د الخراصي في النص الوسطاني، وعندها هنا 1 2 3 4 5 6 8 د الخراصي شي حاجة واعرة قصيبة سيمي هبريدة مزيونة ناضية عاود كذلك. هادو هما الاخوان كاملين 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 كاملين، هي كنظن هي 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 هادو كاملين هي. هاد الكرتات ديال زونزون الكرتات ديال زونزون ها هي جات واحد البياسة منا، باقا واحد البياسة عندنا ان شاء الله منهم شي حاجة خفيفة ومزيونين معروفين. عندنا هاد السيكان كذلك ديال زونزون، هادو شي حاجة طف اللهم بارك هنايا كيهز لك من دار 2 متر و50 اولا بيكي كيدخل غير هنايا والداخل كتعدل فيه ثلاثة د القصيبات ديالك بيرتان المسائل ديالك كاملة كيهزا شي حاجة واعرة. عندو السماطي على الظهر على هاد الشكل هذا كيتهز من الظهر يعني أحسن عبارة السيكان اللي كاينين هما هادو، هما كاين هادو هما زونزون وكاين هادو د الأكامي، حنا زدنا لكم منهم عاود واحد الكمية. هذا ديال زونزون كيجي طويل شي شوية على هاد الأكامي، هما بجوج بيهم كيهزو قصاد 4 متر و50
وهذا كيزيد زايد واحد شويه كما كتشوف معايا. بيكيس كيجيو من لورا، ها هو هذا زونزون بيكيس كيجيو من داخل الاكامي، عنده بيكيس كيجيو من برا، هذا الفرق اللي كاين بيناتهم. المهم هادو ما موجودين دابا حاليا، كاينين منهم واحد جوج د بياسات، جوج د بياسات. وغنجيبو لكم شي حاجه الجديد الاواخر، انا اللهم بارك اخر بيكيات ديال الاكامي اللويان، شي حاجه اللهم بارك حمقى. انا القاع ديالو مسائي ناضي، بيكي خفيف والصح، خفه والصح ديالو. الريوز ديالهم مجي لي اليوم ان شاء الله، المهم قولوا موجودين الحمد لله كاينين. كاين داك اللويين هذاك، وكاين هاد اللويين هدايا، انا اللهم بارك، وموجودين بالجمله حمر اخرى. جبنا لكم اخرين الحمد لله، كان اليوم واحد الاقبال كبير. دابا دخلنا لكم هاد اللويين هادوما، شي حاجه اللهم بارك، انا اللهم بارك المليح النقاوه الاخر بالعين، وموجود الخير منهم تقريبا شي 200 حبه، وباقي الخير ما يجي ان شاء الله. وهادشي اللي كاين وقيل الاخوان، باش ما نطولوش عليكم الفيديو بزاف، عاود نريقلو المسائل المتعه، ونعمل لكم باكات العروض، نكمل لكم هاد الاخر هاد الشهر هذا ان شاء الله. كنتمنى كلشي يكون استفاد بعدا، وتحياتي للجميع. اللي بغى شي حاجه الاخوان يخلي لنا ميساج على الرقم ديالي الواتساب ها هو، ولا تواصلوا مع الرئيس يوسف عاوده، هو كيكون لنا في المحل بزاف. وهذا مكان، وتحياتي لكم جميعا. ما تنساوش بعدا غير شي جيم، شي دعيوه بعدا في التعاليق، هي دي اهم حاجه، عملوا جيم في اليوتيوب وبارطاجيو معنا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.